على 100 مليون مس على كل الناس بتقول حاجتنا، كل الناس المشكله عندنا، كل الناس المشكله عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده استنى على النبي وصول عند جميع مليون على كل شيء عشان يجي لك هون. عند سلطان الكلب الرد اللي جاينا يتدرب. طبعا في كلاب ياما اول ما بتيجي ممكن الكلب ما ياكلش وممكن الكلب بياكل. طبعا النهارده ده داخل النهارده في ثالث يوم ما اكلش، فطبعا هقطع له كده تقطيع لحمه وهجرب له. طبعا لو انت كلبك طبعا كلب هلب المكان وهلب الدنيا زي ما انت شفت الواد بتاعته منها. فطبعا لازم ان انت تتصرف دراي تقطيع مكرونه اي حاجه. فانا النهارده قلت اجيب زبادي واجيب عيش فينو. طبعا الكلاب بتحب زبادي، بتحب اللبن، الكلام دوت. فهنجربه كده اهو، نقطعه له شويه عيش زبادي. اخش جوه انا بتكلم، انا اخش جوه، لا خش جوه. ايه الكريم على طبعا يعني اسرع حاجه واسهل طريقه على طول. حتى لو كلبك مثلا لا قدر الله في عندك كلب تعب او كلب ما بياكلش او كلب جديد جايبه، لازم تلحق وتقعد الدنيا وتقعد الدنيا وتقعد الدنيا وتقعد الدنيا وتقعد الدنيا وتقعد الدنيا. حتى كده برضه اللي الكلب يطمن اللي هو في المكان بتاعه وبياكل يبتدي ايه يتقاتل. فكده دي اللي هي ايه بتساعد معانا للكلب. بص الكلب عمال تاكل في الجنزير، بص الكلب. بص يا ماما سناني سناني. دي زبادي على طبعا عيش فينو بيدي طعم مع الزبادي وسيبهم له.